أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمرحبا أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر إن شاء الله في سلسلة دروسنا أو مذاكرتنا المتعلقة كيف تصل إلى الله سريعة. فلا بأس إن شاء الله قبل ما ندخلوا للمرحلة الثانية، سالينا المرحلة الأولى فيها ثلاث دروس، درس ديال التوبة النصوح، وقلنا فيها باختصار، ندوزو عليها باختصار خفيف إن شاء الله حتى اللي جدد يتبعونا إن شاء الله. يقول الله عز وجل في سورة الزمر الآية 55: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه بشرة كبيرة. ولو كنت كيف ما كنت، ولو قتلت 99 نفس كما تخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ولو كنت فرعون هذا الزمان، ولو كنت أبا سفيان، ولو كنت أي شيء، باب الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح، أبشر. ولكن قبل الموت، وما تنعرفوش فوقاش نموتوا، ما عندناش تاريخ بالضبط، إذا ربما تكون غدا، ربما تكون بعد قليل، يعني ففروا إلى الله. التوبة فرض، لا تنتظر، لا ما فيهاش تسويف، فبسرعة نتوب إلى الله جميعا، بارك الله فيكم. بالنسبة للدرس الثاني، ملخص يتعلق بصدق النية لله عز وجل. في الحديث الصحيح ورد: من أحب لقاء الله أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا حديث صحيح ورواه عدة صحابة. فمن أحب لقاء الله يسر الله عز وجل خيوط قدرته وجذبه إلى حضرته، بشرط أن يقطع رجاءه على جميع المخلوقات، فقط مبتغاه وجه الله فقط. في هذه المرحلة الأولى يعتبر هذا الشرط صعيب، هو أكبر حجاب لتحول بيننا وبين معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد أن نجتهد حتى يتحيد بإذن الله باش تكون طريق سريعة إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للدرس الثالث مختصر، معرفة البواب، العنوان ديالو معرفة البواب المأذون بفتح باب حضرة رب العباد سبحانه وتعالى. قلنا هو حفيد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، ووارث سره، والرحمة المهداة للعالمين، لقول الله عز وجل في سورة الأنبياء، الآية 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي آية واحدة أخرى: واعلموا أن فيكم رسول الله. الرحمة المهداة مستمرة إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. مهمته قدس الله سره في الوقت ديالنا هو سيدي محمد فوزي الكركري، قدس الله سره العلي العظيم. مهمته إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الرحمة المهداة، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد الدليل في سورة البقرة الآية 256: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وبينا ذلك كيف، يعني في الدرس السابق الدرس الثالث بينا كيفية إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الآن ندخل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية، مرحلة مهمة متعلقة بالبيعة، نستهلها إن شاء الله بمستحبات ما قبل البيعة. يقول الله عز وجل في سورة الفتح الآية 10: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هي عهد لله ولرسوله وأهل عفرته الطيبين الأطهار، النواب تاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى في الدرس المقبل. عهد لوارث سر المصطفى صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. هذا العهد الموضوع ديالو والمقصد ديالو شنو هو؟ تقوى الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الأثر ديالو. اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني العترة الطيبة ديالو اللي في العهد ديالنا في هذا الزمان سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره العلي العظيم، ختم وختوم الأولياء، اتباعه في المنشط والمكره. وحتى يقبل توبتك أو يقبل بيعتك في أعظم مدرسة اللي هي الزاوية الكركرية، في أعظم مدرسة كونية محمدية أحمدية لملكوت السماوات والأرض، علوم الأولين والآخرين، لابد أن تكون بالغ سن الرشد، وأن تكون مؤمن بالغيب،
كما ورد في البقرة في سورة البقرة الآية 2 ويؤمنون بالغيب. ثم تكون عندك الطلب شنو هو؟ معرفة الله، هذا هو همك الشاغل. ولا كان عندك شنية واحدة أخرى، مثلا مريض وبغيتي الدواء أو البركة في الوليدات أو في التجارة، فتصرح بها أمام سيدي الشيخ قدس الله سره، تنال مرادك، توصل المراد ديالك، مرحبا. ولكن النية هي معرفة الله، هذا هو المقصود اللي بغيت تسجل في هذه المدرسة العظيمة، وأن تكون محب لله ورسوله. وهذه نقطة مهمة جدا أحبابي الكرام، إما أن تكون أهل البيت أو تكون يعني من أهل التسليم لأهل البيت، أو تكون من المحبين، وكلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون معه إن شاء الله أهل العترة، كما حدث لسلمان الفارسي علي رضي الله عنه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته، فنى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فنى فيه 100%، فحبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي أزكى الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت. يا لها من بشارة، كلنا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة العظيمة بشرط المحبة. يا أيها من يحب رسول الله، يا أيها المؤمنون والمؤمنات، أي واحد يحب صدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها الفرصة جاته الآن، الفرصة العملية بإذن الله، حتى تكون بحال سلمان الفارسي، تولي من أهل البيت. ولكن بين يقول الله عز وجل في سورة الحجرات الآية 7: واعلموا أن فيكم رسول الله. هو معنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت ديالو، أهل العترة الطيبين، ختم ختوم الأولياء في هذا الزمان أو في كل الأزمنة، سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره العلي العظيم. فنغتنم وما تقدموا لأنفسكم، اللي قدم يقدم نفسه. ثم أحبابي الكرام، لابد الإنسان قبل ما يجي إن شاء الله، مرحبا به ماشي مشكل، ولكن ما أطيبها وأزكاها 40 يوم يقوم بالورد تاع التبرك بالأذكار اللي أعطانا سيدي الشيخ، يتهيأ بها، فلا صدق الله وفق الله، يشوف نور الله رب العزة سبحانه وتعالى مثل نور رب العالمين ولو بدون بيع، حتى يطمئن القلب دياله. وديك الساعة بطبيعة الحال من رأى ما ليس كمن سمع، فغيجيب لهوة اللي شاف نوره مثل نور رب العالمين، يجدد النية ويجي يعطي البيعة لسيدي الشيخ قدس الله سره العلي. ثم يأتي كيف قلنا شخصيا، إن كان من أهل البلد وسائل المواصلات موجودة، حتى المطار هو قريب في نفس المدينة اللي فيها الزاوية، مدينة العروي، يعني ما عندناش حجة، تيجيو من جميع أنحاء العالم من البعيد عبر الطائرات، وكاين اللي ما تيقدروش عندهم أشغال عن طريق الأنترنت، مجموعات كاينين يعطيو البيعة عن طريق المجموعات، يتسجلوا إلى حبهم سيدي الشيخ وقبلهم في أعظم مدرسة كونية أحمدية محمدية لملكوت السماوات والأرض، هكذا أسميها سيدي الشيخ بالتواضع ديالو، تسميها المدرسة المحمدية، ولكن أنا دقت ديك النفحات ديالها، فهكذا أسميها بباب المشاهدة لله به لي سبحانه وتعالى. فمرحبا بكم إن شاء الله في الزاوية الكركرية بإذن الله إلى توفرت هذه الشروط، وهي صورة شهلة محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. درسنا المقبل إن شاء الله يكون في الموضوع المهم، هو البيعة، بيعة الرضوان عمليا إن شاء الله. فأجدد الدعوة للعالمين من أهل الإيمان ولأهل البلد، أهل المملكة المغربية الشريفة خاصة، يعني لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، ولا ولاية لجار الولي إلا بالولي، وفي الولي وللولي ونصرة الولي. فنغتنم ما عهدتم من أهل هذا البلد إلا السبق للخيرات. فنختم خير الختام الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الزكاة الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.